يحسان مسلم طول الغاب علينا، يحسان مسلم طول الغاب علينا، خبرنا بحالك يا سلطان المدينة، من راح للكوفة خبر ما جان عنا، يا خوي خبرنا بحالك لظن هنا لت العدوان منا، يقلها يقلها قلبي يقل لي يا خليص ذباح جنا، وحسان يسمعها وهل دموعنا. أقول لك كأنما استشعر قلب الحوراء الفاجعة، أتى الرسولين من جهة الكوفة طلبا لقاء الحسين، انفردا بالحسين، أخبراه وأسراه في أذنيه: يا أبا عبد الله، ما خرجنا من الكوفة إلا ومسلم ابن عقيل وهان ابن عروة يجران في الأسواق، ومسلما استرجع الإمام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. استعبر الإمام ثم رجع إلى أخته الحوراء زينب: أخي زينب، إلي جاءته، رأت في ملامح وجهه الانكسار، أحس قلبها بالمصيبة، فقالت له: ما أحوال مسلم يا أخي؟ قال لها: عظم الله أجرك بمسلم ابن عقيل، هذان الرسولان يقولان أنهما ما خرجا من الكوفة إلا ومسلم ابن عقيل وهان ابن عروة يجران في الأسواق. صرخت زينب ونادت: ومسلما وغريبا ووحيدا. قال لها: أخي، أين تلك البنت الصغيرة المسمات حميدة؟ قالت: إنها تلعب مع البنيات، وعمرها هذه 4 سنوات كما قيل في الرواية. راحت عاد زينب، جابت الطفلة الصغيرة وهي مبتسمة، أخذها الإمام، احتضنها الإمام، قال لها: بنية، ما أكون لك؟ قالت: خال، ونعم الخال. قال لها: بنية، من الآن أنا أبوك يا بنية. يقولون البنت بدأت تستشعر المصيبة بالفاجعة، أجلسها في حجره، جعل يمسح على رأسها: قلبي كسرت يا غريب الغادرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، تمسح على رأسي ودمع العين همال، جن يتيم الكافي الله من هالأحوال، ما عودتني بهالفعل من قبل، يا خال خلت عبراتي على خدي جري، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب، هذي ابويا من علامات المصايب، قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب، طول الغابة يعود
ردها الله بعجل. قامت تتعفر البنية في حجر الحسين وهي تنادي أبتاه أبتاه وغربتاه. أخذتها الحوراء زينب، جاءت بها إلى خيمة البنيات. تفاجأنا البنيات، إيش فيها حميدة بنت مسلم؟ خرجت مبتسمة، الآن ترجع وهي تبكي. وضعتها زينب أمام سكينة وكفلتها سكينة. إيش قامت تسويها الطفلة؟ قامت تحث التراب على رأسها وهي تنادي وابتا. طلعت اسكان ويتيمة مسلمة تهيل التراب، طلعت اسكان ويتيمة مسلمة تهيل التراب. فوق هامتها وقلبها اندهش من عظم المصاب. شو تقول هذه البنية على لسان حالها؟ تجذب الونة وتنادي رحبوا يا ولا رجاع. بعد راح الأبو راح يا حميدة. تجذب الونة وتنادي رحبوا يا ولا رجاع. صرت من بعد يتيمة والقلب من انكسار. اسمع تقول طاد عز بالحفيرة يا خلق خر وقايا يا وحيد ما عنده عشيرة حاير ببلدة جناب. أوحيد ما عنده عشيرة حاير ببلدة جناب. هذا موقف إلى هذه الصغيرة. موقف آخر أروح وياك. عندما دخل السبي إلى الكوفة جاءت طوعة تبحث عنها البنية، شافت بنت ملامحها ملامح مسلم. سألتها من أنت أيتها البنية؟ اسمع ايش قالت حميدة هذه الصغيرة. تقول لها يا امرأة إن أردت الخير فاجلبي لي قطعة من القماش أضعها على رأسي. أنا مسلبة. إلى أن قالت لها أني طوع التي أجرت أبوك مسلم. إهني الشاعر يصور صورة كأنما طوع أخذت حميدة إلى قبر أبيها مسلم. هذا قبر أبوش مسلم بهي المكان. شايف طفلة صغيرة. أطال الله أعمار الجميع وأقر الله عيون الآباء ببناتهم. شايف الطفلة لما يخلونها على قبر أبوها شلون تحن وتون إلى أبوها وشوفت أبوها. اسمع هذا الحنين. الله على الظالم حرمني من محياك، الله على الظالم حرمني من محياك ويتمني من حضنك الدافي يا شفية. بويا يا بويا يا مسلم كل يوم عنك كنت سائل خالي حسين. ما كنت أظن ما كنت أظن سفرتك هذه سفرة البين. من وصل لي خبر ذبحك يا ضي العين. شو اللي تمنت حميدة؟ اسمع تقول إلى أبوها تمنيت يا أبويا توافين المنيع، تمنيت يا أبويا توافين المنيع. بعد أروح وياك موقف أخير وخاتمة هذا المجلس.
عندما جيء بالسبي من الشام وقعت البنيات على قبر الحسين، وكل وحدة قامت تشكو وتبث شكواها إلى الحسين. البنيات كل وحدة تصف إلى الحسين الذي حدث عليهم في سفرهم، من ضمنهم حميدة. اسمع شكواها: حميدة جيت يا خالي أزورك والقلب مكسور، حميدة جيت يا خالي أزورك والقلب، امسح راسي بجفك ولوه خنصرك مبتور. يا أبا عبد الله امسح راسي بجفك ولوه خنصرك مبتور. اسمع شو تقول لخالها الحسين: وقبلني مثل أول. شلون يقبلش يا حميدة وراس ما عليه؟ وقبلني مثل أول إذا من حراك مو منحور، إذا من حراك مو منحور، بوجودك من بعد مسلم ما كنت أشعر بحرمان، من بعدك من بعد مسلم، بوجودك من بعد مسلم ما كنت أشعر بحرمان. وحميدة جيت يا خالي أزورك ويل. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. إلهي اشفي كل مريض، فك كل أسير، اقضي حاجة كل محتاج. إلى روح السعيد الشاب الفقيد وأرواح المؤمنين والمؤمنات وخدمة أبي عبد الله الحسين والعلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.